اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم بالنسبه لموضوع منصب مدير المنتخب، في حاجه مش مفهومه الحقيقه في البدايه، الغاء المنصب بعد رحيل كابتن وائل جمعه، وقالوا خلاص ما فيش حاجه اسمها مدير منتخب بعد تجربه غير موفقه على الوضع ده مع الكابتن ايهاب جلال. كان في تصريحات من كابتن حازم باعاده المنصب، ورشح محمد خالد غرابه عضو مجلس اداره نادي امبي، وفجاه في مؤتمر تقدير فيتوريا زي ما حضراتكم فاكرين استاذ جمال علام طلع قال ما فيش حاجه، كفايه انا عندي نجوم، انا عندي حازم امام وعندي جمال ومحمد بركات، فيعني محمد بركات وحازم امام دول نجوم كبيره جدا، مفيش منصب مدير المنتخب. بس في نفس اليوم الكابتن حازم قال ايه؟ هيكون في مدير المنتخب بس مش بالشكل التقليدي، يعني مش مجرد اداري. ما مش فاهم الحقيقه. المعلومات اللي عندي انا بتقول ان محمد غرابه بعد ما كان متحمس للمنصب دلوقتي ما بقاش بنفس الحماس لقبول هذا المنصب لما اتقال له انك هتبقى اداري مش مدير المنتخب. طب وبعدين احنا هنفضل في الكلام ده لغايه امتى؟ وهل هتفضل دي الخناقه اللي شغاله يعني جوه اتحاد كره القدم في نفس الوقت لغايه امتى؟ وبعدين في نفس الوقت ده في خناقه شغاله على المدرب المصري اللي هينضم لجهاز فيتوريا، هل هو علما على فكره هيبقى رقم اربعه؟ يعني انا الكابتن عادل طيب امبارح بيقول لي هو مين هي الخناقه معموله على المدير على اللاعب او المدرب المصري اللي هيكون في جدار فيتوريا ليه؟ وهيعمل ايه؟ اللي هيشتغل مع فيتوريا ده هيكون رقم اربعه مثلا. ثلاثه او اربعه مثلا. لكن لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه اتحسمت، اتمنى ان مسؤولي اتحاد كره القدم يطلعوا يقولوا للناس ايه اللي بيحصل في هذه الامور، واتمنى برضو ان هم يطلعوا يقولوا مين الانديه اللي هتشارك في البطولة الكونفدرالية إن شاء الله السنة الجاية. عارفين إن أهلي وزمالك هيلعبوا في دوري الأبطال سواء على لائحة الموسم ده أو بنظام الموسم اللي فات، خلاص الموضوع انتهى. ده أمر مفروغ منه بالمناسبة ومحدش هيتكلم فيه. لو تاخدوا بالكم حد كان حاول إن هو يطلعه كده شوية وبعد كده الدنيا هديت، لأن الحكاية يعني الحكاية في الكونفدرالية يعني، فمحدش يدخل اسم النادي الأهلي في هذا الأمر. مين اللي هيلعب الكونفدرالية؟ يعني النادي المصري منزل بيانه وعايز يلعب كونفدراليه، بيراميدز مشتكي عايز يلعب في الكونفدراليه، هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر.